السلام عليكم، ازيكم يا ماما؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله كلكم تكونوا بخير ومبسوطين وصحتكم ونفسيتكم كمان ان شاء الله تكون كويسه يا رب وبافضل حال كده دايما. في الاول بس لو انتم متعرفنيش، انا نهاري سموني، بعمل فيديو شرح حاجات مختلفه في البروجرامنج، وبعمل فيديوز عن تجارب حياتيه مختلفه، وبنتكلم عن كليه حاسبات ومعلومات وعن مجال البروجرامنج عموما. فلو انت مهتم بالمحتوى ده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. الفيديو ده هيكون بس مجرد مقدمة عن ايه هو نظام الساعات المعتمدة، وان شاء الله هيبقى فيه بارت 2 بس عشان تاخد نبذة كده عن الموضوع وايه هو فوائده وعيوبه الى حد ما اللي انا شايفاه، وبعد كده هبقى اعمل لكم بارت 2 ان شاء الله بيتكلم عن ساعات المعتمدة بس بالتفصيل بقى وبالديتيلز بتاعتها. من تفصيل هي الديتيلز ليه بقولها مهمة تاني؟ المهم ندخل في الموضوع. يلا بكل بساطة، انت لما تدخل اولى كلية هتلاقي عندك نظام اسمه نظام الساعات المعتمدة على حسب جامعتك. النظام ده انا هقول لك قشور كده عنه زي ما احنا اتفقنا، عما ندخل فيه اكتر واكتر وعما ابدا اوريك الديتيلز بتاعته. المهم ان انا لما اول ما هتدخل سنه اولى انت هتكتب كل المواد اللي قدامك، يعني انت مش هيبقى عندك اختيارات في سنه اولى او في الترم الاول على الاقل، لكن بعد كده تبدا بقى تختار المواد بنفسك. نظام الساعات المعتمده عن النظام او المختلف او القديم او العادي ايا كان هتسموه ايه، ان انت بتختار المواد بنفسك، بس في سنه اولى انت خلاص انت داخل الكليه اصلا ما تعرفش حاجه، فهتضطر ان انت تختار المواد اللي قدامك وخلاص. بس نظام الساعات المعتمده بيديك امكانيه انك تختار المواد بنفسك. اي نعم بيبقى في احيانا مواد اجباريه ومواد اختياريه، بس على الاقل في مواد اختياريه وتقدر تختار منها مواد معينه. مميزاته ان انا ممكن اعمل حذف لماده معينه واضيف ماده بدلها، يعني ممكن ان انا دخلت ماده معينه وقعدت فيها مثلا حوالي اسبوع مش مستريحه خالص ولا حبيبها ولا اي حاجه خالص، فاشيلها واخد ماده تانية مثلا من الترم التاني بس ما تكونش معتمده على الماده الاولى. هفهمكم دلوقتي يعني ايه مش معتمده على الماده الاولى، بس المهم ان في مميزاته ان انا ممكن احذف ماده انا خدتها باختياري واحط بدلها ماده تانية. ده طبعا بيبقى فتره معينه بتحددها الكليه، يعني بتختلف من كليه للتانية. وممكن كمان ان انا انسحب، احنا عندنا في الكليه انت ممكن تنسحب لحد قبل نص الوقت في الامتحان، يعني انا كنت هنسحب قريب من ماده بامتحنها عشان حسيت ان امتحان تقيل جدا ومش هجيب فيه درجه كويسه، فقررت ان انا انسحب، بس قلت عشان ما اضيعش تعبي وعشان ما اضيعش السكاشن يعني اللي حضرتها والكلام ده كله، فقلت خلاص انا هكمل فيها والحمد لله ربنا كرمني. يعني المهم ان زي ما انا قلت لك انك ممكن تحذف وتضيف، بس ده المده المعينه، وممكن تنسحب من ماده بس مش هتقدر ان انت تضيف ماده. ده موضوع ان الماده ممكن تبقى بثلاث ساعات وممكن تبقى بساعتين وممكن تبقى بساعه. ببساطة المادة عندنا يعني مثلا انت دخلت الدكتور فالدكتور بيديك محاضرة قدرها ساعتين، فكده ادي الساعتين المعتمدين اللي انت بتاخده. طب ايه الساعة التالتة؟ ايا كان لو المادة دي ليها سكشن والسكشن ده قعدت فيه 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات، هو السكشن بيتحسب بساعة واحدة بس عملية، يبقى كده ملخص المادة 3 ساعات، 3 ساعات كل اسبوع بتاخد فيهم المادة دي، فيبقى كده هي عدد ساعاتها المعتمدة 3 ساعات. وطبعا دي قشور ولسه زي ما انا قلت لكم هديلكم معلومات اكتر في الفيديوز اللي جاي، بس المهم زي ما احنا اتفقنا ان المادة 3 ساعات ممكن يبقى ليها احتمالين، ممكن تبقى المحاضرة ساعتين والسكشن ساعة، وممكن تبقى المحاضرة ذات نفسها ملهاش سكاشن ولا اي حاجة والمحاضرة ذات نفسها 3 ساعات معتمدين كل اسبوع، ممكن تبقى المادة بساعة واحدة بس يبقى هي ساعتها يبقى المادة دي بساعة واحدة. وفي اخر الترم وفي اخر السنة بيبقى ليه عدد ساعات معينة، يعني انا مثلا عندي 5 مواد، 5 مواد دول المادة فيهم بثلاث ساعات، يبقى 3 في 5 ب 15 في الترم، يعني في الترمين ب 30 ساعة. انت ليك حد ادنى عشان تقدر تدخل سنة تانية، على يعني عشان تدخل السنة اللي بعدها بيبقى ليك حد ادنى حد اقل من الساعات لازم تجيبه. ففي ناس بتقول ان يعني في كليات بتقول ان لازم عندها يكون انت محقق شرط ال 30 ساعة، فبتحسبهم ازاي؟ انا عندي 5 مواد كده جايب في المادة الاولى ايا كان الجي بي اي بتاعك، يعني مثلا جايب فيها مقبول مش مشكلة، هي كده 3 ساعات يعني ناجح فيها. المادة اللي بعدها مثلا لا والله ده انا شلتها، يبقى كده المادة دي اشوف هي كانت عملية ولا انا كنت بحضر فيها المحاضرة كانت قد ايه، كانت ساعتين ولا كانت ساعة، كانت ساعتين وليها سكشن يعني كده 3 ساعات ولا كانت قد ايه، فلو كانت مثلا ساعتين يبقى انا كده معايا 5 ساعات بس، فهشوف ايه جبت انا الحد الادنى ده علشان اقدر ادخل السنه اللي بعدها ولا لا. انا شايفه بقى من الواقع اللي انا اتعاملت فيه عشان انا نظام اصلا ساعات معتمده، انا شايفه ان من عيوبها الكبيره جدا ان انت لو شلت ماده، طبعا هما شايفين ان دي ميزه ان انت بتروح سمر كورس، هي فعلا ميزه ان انت بتروح سمر كورس، بس انا شايفه في عيبين من السمر كورس ده، يعني ما بيبقاش اسمك شايل ماده، انت بتبقى واخدها في السمر كورس بتنزل الماده دي تاني. في ميزة وفي عيبين للسمر كورس ده. الميزة ان انت ممكن تاخد كلية حاسبات ومعلومات مثلا هي 4 سنين، انت ممكن تاخدها في 3 سنين بس. ازاي؟ انا خلاص انا
واحد جامد وخلصت الترم بتاعي ونجحت فيه الحمد لله، ابتدي اخد ماده من الترم اللي بعده، او ابتدي اخد ماده من الترم من سنه تانية. مش انت اللي بتختار المواد اصلا انت بتاخدها، فانا ممكن اخد ماده من سنه تانية لو كانت مش معتمده على ماده قبلها. مثال بسيط، انا مثلا عندي ماده في الترم الاول في حاسبات مثلا يعني اسمها introduction to computer، الحاجه الابتدائيه للكمبيوتر. الترم الثاني هيبقى عندك ماده اسمها برمجه، فانت مش هينفع تاخد ماده برمجه دي في الترم الثاني الا لما تكون ناجح في ماده الانترودكشن. فده المقصود بتاع ان الماده دي معتمده على الماده دي، فانا مش هقدر اخد الماده دي الا وانا واخد الماده دي. فلو انت مثلا دلوقتي عايز خلاص انا نجحت خلاص في الانترودكشن تو كمبيوتر ومش عايز اخدها في الترم الثاني، لا انا الترم الثاني هبقى اخد ماده من سنه ثانيه، وممكن اخد في النص بينهم بقى اللي هو الترم اللي هو السمر كورس هاخد ماده من الترم الثاني تبقى معايا. بس الشرط بتاعها يعني بتروح الاول تسال هل انا ينفع اخدها ولا، عشان لو انت شايل انترودكشن تو كمبيوتر بعد الشر يعني، او شايل ماده، فانت هتشوف هل الماده اللي فوق اللي انت عايز تاخدها دي معتمده على ماده انت شايلها ولا لا. لو مش معتمده خلاص، او لو حتى معتمده بس انت مش شايل الماده دي يبقى خلاص. بقى الفكره من الساعات المعتمده زي ما انا قلت لك الثلاث ساعات، ولازم حد ادنى من الساعات دي علشان تقدر انت تدخل السنة اللي بعدها، وكمان المواد معتمدين على بعض. خلونا بس نعرف الميزة بتاعتها، انا ممكن اخلص حاسبات اللي هي في 4 سنين، ممكن اخلصها في 3 سنين، ان انا افضل في كل صيف اخد مادة من اللي معايا او من السنة اللي بعدها لحد ما اخلص مواد سنة رابعة اصلا وانا لسه في سنة ثالثة. عيوبها بقى اللي انا شايفها ان انا مثلا شلت مادة introduction to computer وبعد كده ما خدتهاش في الصيف مثلا يعني، فبقى كده انا مش هقدر ادخل مادة المادة اللي بعدها اللي هي مادة برمجة واحد، ومثلا شلت برمجه واحده او ما قدرتش اصلا ان انا ادخلها علشان كنت شايل اكتر من ماده. فلما ادخل سنه تانية هيبقى معايا برمجه 2 وبرمجه 1، فبقى كده معايا مادتين. وافرض ان الماده اللي انت شايلها دي معتمد عليها اكتر ماده، يعني مثلا شلت برمجه واحد وكان في مثلا، بدي لك مجرد مثال ملوش علاقه اصلا بالواقع بس مثلا عشان توصل لك، انا كان عندي ماده في الترم التاني اسمها برمجه واحد، وخلصت سنة أولى وكنت شايل برمجة واحد، وكان في مواد في سنة تانية اسمها برمجة 2 و3 و4، فأنا المواد الثلاثة دول اتقفلولي علشان أنا ومش هقدر أختارهم ولا أقدر أدخلهم إلا لما أنجح في المادة اللي أنا كنت شايلها برمجة واحد. يبقى أنا كده أنا بحس إن أنا كده شلت 4 مواد مش شلت مادة واحدة بس، لأن هي كده قفلتلي 3 مواد مش مادة واحدة بس، لأن معتمد عليها 3 مواد. ففي مادة ممكن تشيلها يبقى معتمد عليها مواد كتير جدا، فلازم تسأل المادة دي كل مادة معتمد عليها قد ايه من اللي انا هدخله. يعني مثلا لما جيت اختار القسم، انا الحمد لله مش بشيل، بس لما تيجي ممكن تختار تقفل لك قسم اصلا بسبب ان انت شايل مادة او يعني. تاني عيب بقى انا شايفاه وده هننهي بيه الفيديو ده، وان شاء الله يبقى في فيديوهات جاية زي ما انا قلت لكم ان شاء الله. تاني عيب وهو ان انت سواء خدت مادة من قدام زي ما انا قلت لك انك ممكن تخلص الكلية بشكل اسرع بكتير جدا وتقلل من عليك سنة، حتى لو انت في هندسة او ايا كان، هي في كليات كتير يعني، زي ما انت هتعمل كده للأسف هتدفع فلوس، كانوا تقريبا ب200، كانت ب50 وبعد كده بقت ب200 كل ساعة معتمدة، وبعد كده بقت ب600 ومش عارفة دلوقتي بيقولوا وصلت ل900. الصراحة الاسعار مختلفة وسمعت حاجات كتير. انا اخد مادة اعلى او ان انا اشيل مادة، زي ما انا قلت لكم ان هو ده العيب، ان هي سواء انت هتاخد ماده من درجه اعلى منك او ان انت هتشيل ماده هتدفع فلوس كتير، فمش الصراحه يعني حابه الموضوع ده. وبس يا رب ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله يبقى فيه بارتس اكتر للموضوع ده عشان نعرف ديتيلز اكتر. ولو عجبكم المحتوى ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشغلوا زر الاشعار، واسيب لكم لينك الانستجرام بتاعي وفيديو الفيسبوك عشان نتواصل مع بعض اكتر، واشوف كل الكومنتس بتاعتكم، وهيبقى فيه فيديو ان شاء الله عن الرد على الكومنتس بتاعتكم. باي.